بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. والمعثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الشيخ رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول عقيدتهم التي فارقوا فيها أهل الضلال، التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في العلوم والمكاشفات والقدرة والتأثيرات، وما جرى من ما أجرى الله على أيدي من أجرى من سالف الأمم، وما جرى على أيدي الصحابة التابعين ومن جاء بعدهم، كل هذا يشهد لهذا الأصل. فقوله رحمه الله: من أصول أهل السنة، أي من أصول اعتقادهم. الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. والمراد بأصول أهل السنة أي أصول اعتقادهم التي بنوا عليها اعتقادهم. فليست هذه المسألة من المسائل السهلة، وإنما هي من المسائل الأصولية التي يترتب عليها صحة العقيدة أو عدم صحتها. وكرامات الأولياء، الكرامات جمع كرامة، وهي ما يجريه الله من خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة على يد رجل صالح، على يد عبد صالح، مما يخالف ما جرت به العادة. فقولهم هي أمر خارق للعادة، يخرج به الأمور الغريبة التي ليست خارقة للعادة، بمعنى أن البشر يقدرون عليها إذا تعلموها. هي أمور غريبة على الناس، ولكنها يمكن معرفتها وتعلمها، فهذه لا تسمى كرامات. مثل الصناعات التي حدثت الآن ولم تكن معروفة من قبل، هذه غرائب، مثل الطيران، علم الطيران في الجو بواسطة طائرات بأنواعها، هذا أمر لم يكن معروفا عند الأمم السابقة ولا عند صدر هذه الأمة، إنما هو من الأمور الحادثة الغريبة، لكنه صناعة يحذقه من تعلمه. فمن تعلم هذه الأمور عرفها، بخلاف الخارق للعادة فإنه ليس من صنع البشر. كذلك مثلا مسائل الاتصالات المعروفة الآن، أنك تسمع صوت البعيد بواسطة الأقمار الصناعية أو بواسطة التلفونات أو الإذاعات، أو تشاهد ما يبث على الشاشات في المشارق والمغارب، تشاهده كأنه عندك. هذه أمور غريبة ولكنها صناعة، تدرس وتعرف تتقن، فهي ليست من خوارق العادات، إنما خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر، مثل تكثير الطعام القليل
ومثل نبع الماء الذي ينبع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يروى الناس، هذا لا صنع للبشر فيه، لا الرسول ولا الرسل ولا غيره، إنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى. هذه الخوارق، خوارق العادات، خوارق العادات هي التي لا يقدر عليها البشر ولا يمكن تعلمها، مثل معجزة القرآن الكريم، هذه معجزة لا يقدر عليها البشر. العرب الفصحى مع أنه نزل بلغتهم وتكلم بلسانهم لا يقدرون على أقصر سورة، أن يأتوا بأقصر سورة منه، هذا معجزة، خارق للعادة، لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وقولهم غير مقرون بدعوى النبوة يخرج بذلك المعجزات، لأن خوارق العادات تنقسم إلى قسمين، معجزات وكرامات. فالمعجزة ما جرت على يد نبي، مثل شق البحر لموسى، ومثل قلب العصا حية لموسى عليه السلام، ومثل ما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام القليل حتى يكفي الناس الكثيرين. إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطعام أو وضع يده عليه والناس بحاجة في مجاعة كثره الله حتى يكفيهم الماء القليل، يضع يده صلى الله عليه وسلم فيه حتى يفور من بين أصابع يده وحتى يروى الناس ويشربوا، هذا من المعجزات لأنه جرى على يد نبي. فما يجريه الله من خوارق العادات على يد من يدعي النبوة فإنه يعتبر معجزة، وهذا بتعبير الناس، وإلا في الحقيقة أنه آية، سمى آية، وفي القرآن سماه الله آيات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، آيات، تسع آيات بينات سماها الله آيات، وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه، يعني معجزة. فالمسمى الشرعي آيات، لكن الناس اصطلحوا على تسميته معجزة، إن أعجز، إذا لم يستطع البشر، إذا عجز البشر على أن يأتوا بمثل، سموه معجزة من هذه الناحية، وهو في الحقيقة آية، لأن الآية معناها العلامة الدالة، فهذه آيات دالة على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالخارق للعادة إذا جرى على يد نبي فهو معجزة أو آية، وإذا جرى على يد عبد صالح فهو كرامة، كما جرى في الأمم السابقة على أيدي صالحين، وكما جرى في هذه الأمة على أيدي صالحين من خوارق العادات. فمما قصه الله في القرآن عن الأمم السابقة ما ذكره الله من قصة أصحاب الكهف، فتية آمنوا بربهم وخالفوا المشركين وفروا بدينهم من أهل بلدهم وأووا إلى غار يختفون فيه عن قومهم، فضرب الله النوم على آذانهم فناموا مدة طويلة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكنها طويلة جدا، ومع هذا لم تتغير أجسامهم ولا شعورهم ولا احتاجوا إلى طعام ولا إلى شراب، مع أنهم ناموا مئات السنين كما قص الله جل وعلا ذلك عنهم. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذه كرامة لهم أجراها الله على أيدي رجال صالحين، وهي خارق للعادة، لأن النوم في العادة معروف النوم ساعات، لكن هؤلاء ناموا مئات من السنين وبقيت حياتهم وبقيت
صفاتهم ولم تتغير أجسامهم ولم تأكلهم الأرض ولم تتغير لحومهم، فهذا خارق للعادة، أجراه الله على يد هؤلاء الصالحين فيكون كرامة لهم. كذلك ما قصه الله عن آصف بن برخيا الذي كان عند سليمان لما طلب سليمان عليه الصلاة والسلام، لما طلب إحضار عرش بلقيس من اليمن وهو في بيت المقدس بينهما مسافة شهر، دعا هذا الرجل، دعا الله عز وجل فجاء العرش، عرش بلقيس بسرعة هائلة وصار بين يدي سليمان عليه السلام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده، رآه سليمان عليه السلام، قال هذا من فضل ربي. في لحظة واحدة جاء هذا العرش، وكما قال الله ولها عرش عظيم، جاء مسافة شهر في لحظة وصار بين يدي نبي الله سليمان عليه السلام بواسطة هذا الرجل. قال الذي عنده علم من الكتاب، دعا الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له. هذه كرامة أجراها الله على يده، كرامة هي خارقة للعادة لكنها على يد رجل صالح ليس نبي، سميت كرامة. وكذلك ما قصه الله عن مريم أنها لما انعزلت للعبادة في مكان خاص، تزلت عن الناس واتخذت من دونهم حجابا تتعبد فيه يسمى المحراب، يعني محل العبادة. وكان زكريا عليه السلام، لأنه كافلها، زكريا كافلها بعد أبيها لأن أباها مات وهي صغيرة، فكفلها زكريا لأن خالتها زوجته فكفلها، ولكنها اعتزلت لما بلغت سن النساء، اعتزلت وجعلت حجاب تتخلى فيه للعبادة. وكان زكريا عليه السلام يدخل عليها ويجد عندها الرزق، هي ما راحت ولا جاءت ولا دخل عليها أحد ومع هذا يأتيها الرزق وهي في هذا المكان. كلما دخل عليها زكريا المحراب، يعني المصلى الذي احتجبت فيه، وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. يقال إنه يأتيها فاكهة الشتاء في الصيف، وتأتيها فاكهة الصيف في الشتاء، وهي لم تخرج ولم يأتيها أحد، وإنما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة، لأن مريم رضي الله عنها ليست نبية، وإنما هي امرأة صالحة، فهذا الذي جرى على يدها يعتبر كرامة، فهو لو جرى على يد نبي لصار معجزة، وهو في الحقيقة معجزة، معجزة للنبي كرامة للولي، لأن الولي ما حصل على هذا الخارق إلا بسبب النبي الذي اتبعه. فالكرامات كرامات للأولياء وهي معجزات للأنبياء، لأن الأولياء لم يحصلوا على هذه الخوارق إلا بسبب اتباعهم للأنبياء. وكذلك حملها بعيسى عليه الصلاة والسلام من غير أب، العادة أن الحمل يكون من أب بين ذكر وأنثى، ولكن مريم حملت من غير زوج بل بنفخ الملك بأمر الله سبحانه وتعالى، نفخ فيها فحمل، كما قص الله ذلك في القرآن. فكونها حملت بدون زوج هذا كرامة من كرامات الأولياء، والله قادر على أن يخلق المولود، أن يخلق الإنسان كما يشاء سبحانه وتعالى. خلق آدم من غير أب ولا أم، من تراب، وخلق حواء من آدم بدون أم،
حواء ليس لها أم، خلقها الله من آدم، خلق منها زوجها وجعل منها زوجها، وخلق عيسى عليه السلام من أم إلى أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الله قال لآدم كن فكان، وقال لعيسى كن فكان. الله قادر على كل شيء، لكن آدم خلقه من تراب، وعيسى خلقه من الروح الذي نفخه جبريل عليه السلام في مريم. فهذا بالنسبة لمريم كرامة، وبالنسبة لعيسى عليه السلام معجزة، أن الله خلقه من أم بلا أب معجزة لعيسى وكرامة لمريم. وكذلك ما قصه الله عن الخضر صاحب موسى لما لقيه موسى وطلب منه أن يتبعه وأن يعلمه مما علمه الله، وركب في السفينة، أول شيء خرق السفينة. هذا في ظاهره أنه غار، فأنكر عليه موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها؟ العادة أن السفينة إذا خرقت وهي في الماء أن هذا يغرق ركاب السفينة، لكن الخضر فعل هذا لحكمة فسر ذلك فيما بعد. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها. كان هذا الملك الجبار يأخذ السفن الصالحة، فأراد الخضر أن يعيبها حتى تسلم من هذا الجبار، فأردت أن أعيبها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فهو فعل هذا من أجل أن تبقى السفينة، ولم يعمل هذا من باب العبث. لكن موسى لم يدرك المراد إلا فيما بعد. هذا من الكرامات. ما الذي يدري الخضر عن هذا الأمر إلا أن هذا من الله سبحانه وتعالى، أجراه على يده وصارت عاقبته خيرا لأصحاب السبيل. الغلام كان يمشيان في الشارع فلقيا غلاما يلعب مع الأطفال فأضجعه الخضر وذبحه، فأنكر عليه موسى أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. وكان التفسير فيما بعد أن الخضر علم أن هذا الطفل لو كبر لصار سببا في إضلال أبويه، لو كبر وعاش لكان سببا في إضلال أبويه، فقتله من أجل المصلحة، مصلحة أبويه. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فهو قتله من أجل مصلحة أبويه. ما الذي أطلع الخضر على العاقبة وعلى المستقبل؟ هذه كرامة من كرامات الأولياء. وكذلك لما جاءوا إلى أهل القرية واستضافوهم فأبوا يضيفوهما، بينما هم يمشون وإذا بجدار يريد أن ينقض مائل إلى السقوط، فالخضر أقام هذا الجدار وأصلحه. فتعجب موسى عليه السلام، ناس ما ضيفونا ولا أكرمونا وأنت تصلح جدارهم، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. فكانت النتيجة والتفسير لهذا الحدث ما ذكره الله. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالح، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما، فلو سقط هذا الجدار لتبين الكنز وأخذه الناس، فتضرر هؤلاء الأيتام. فالخضر عمل هذا من باب الإحسان إلى اليتيمين، والسبب في هذا صلاح الأب، كان أبوهما صالحا، فالله حفظ ولديه وحفظ ما لهما بسبب صلاح الوالد. ما الذي أطلع الخضر على هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. فهذه كرامة، لأن الخضر على الصحيح ليس نبيا وإنما هو عبد صالح، كما قال الله تعالى عبد من عبادنا. فهذه كرامات.
يجريه الله على أيدي الصالحين في الأمم السابقة. أما ما جرى في هذه الأمة فهو كثير كثير وكثير جدا، والكتب الصحيحة مملوءة من ذكر هذه الكرامات. ومن أراد الاطلاع على شيء من ذلك فليرجع إلى كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية. مما أجراه الله سبحانه وتعالى كما حصل في قصة عمر. عمر كان يخطب على المنبر في المدينة، وكان هناك جيش بقيادة رجل يقال له سارية بن زنيم في المشرق في نهاوند، في بلاد نهاوند من بلاد إيران الآن. فعمر يخطب على المنبر والجيش في نهاوند بقيادة سارية، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فعمر يخطب على المنبر والجيش في نهاوند بقيادة سارية، فأطلع الله جل وعلا عمر على حالة الجيش وأنه في خطر من العدو، وكان قريبا منهم جبل، كان قريب من الجيش جبل. فنادى عمر على المنبر: يا سارية الجبل، يعني اذهب إلى الجبل بالجيش من أجل أن يتحصن به. فسمع سارية صوت عمر وهو في نهاوند، فتحصن بالجبل ونجى الله المسلمين من كيد عدوهم. هذه معجزة جرت على يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أن الله أعلمه وألهمه وأطلعه على هذا الجيش وحالته مع بعد ما بينهما من المسافة، ونادى وسمع القائد صوت الأمير وأخذ به، فكان سبباً لنجاة المسلمين وانتصارهم على عدوهم. هذا خارق للعادة، لأن صوت من المدينة يصل إلى نهاوند في لحظة، هذا من خوارق العادات. هذه كرامة. وكذلك العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه كان يسير إلى بلاد البحرين بجيش معه، فلما كانوا في فلاة من الأرض بمفازة ليس فيها ماء ونفد ما معهم من الماء وأشرفوا على الهلاك، قام العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه فصلى ركعتين ثم دعا الله عز وجل، فجاءت سحابة ساقها الله سبحانه وتعالى أمطرت على الجيش حتى رووا وحتى ملأوا ما معهم من الأوعية والأسقية ولم تتجاوز الجيش. هذه كرامة أجراها الله على يد العلاء بن الحضرمي رضي الله تعالى عنه. وكذلك لما أرادوا مهاجمة العدو وحال البحر بينهم وبينه، دعا صلى العلاء بن الحضرمي ركعتين ودعا الله وأمر الجنود بالعبور على البحر، فعبروا بخيولهم على البحر كأنهم يمشون على الأرض. هذه كرامة من كرامات الأولياء التي يجريها الله على أيديهم. وكذلك الصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما أراد أن ينصرف وجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مضى كثير من الليل، ثم ذهب إلى قومه في جو مظلم، فألقى الله نورا، ألقى الله نورا في صوته الذي معه في عصاه، أضاء له الطريق حتى وصل إلى قومه. وكذلك قصة أسيد بن حضير رضي الله عنه، كان يصلي بالليل ويقرأ القرآن، وكانت الفرس مربوطة عنده وعنده ابنه الصغير نائم عنده، فكان سيد يقرأ القرآن ويصلي، فأبصر في الجو ظلة فيها أمثال السرج أقبلت، فلما رأتها الفرس جالت خشي على
أن تطأ ابنه يحيى وهو نائم، ثم لما قرأ مرة ثانية جاءت هذه الظلة فيها أمثال السرج، فجالت الفرس مرة ثانية حتى خشي على ابنه أن تطأ، وكلما قرأ قربت منه هذه الظلة وفيها أمثال السرج. فلما أصبح سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هذه الملائكة نزلت تستمع القرآن، ولو استمر أسيد بن حضير يقرأ لرآها الناس في النهار باقية تستمع القرآن. هذه كرامة لأسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه، إلى غير ذلك من الكرامات التي يجريها الله على يد أولياء كثيرة جدا. وقولهم على يد رجل صالح أو على يد ولي، يخرج بذلك ما يجري من الخوارق على يد الفسقة والكفار والملاحدة. قد يجري على أيديهم خوارق، يطيرون في الهواء ولا يمشون على الماء ولا يدخلون في النار ولا يتضررون بها، هذه خوارق. لكن لما كانت على يد أناس فجار لم تكن كرامات، وإنما هي إهانات واستدراج من الله سبحانه وتعالى لهم، فهي خوارق شيطانية، خوارق لكنها شيطانية تجري على يد شياطين. فهؤلاء الذين يضربون أنفسهم بالسلاح ويدخلون النيران ويعملون أشياء خارقة للعادة في ظاهرها، لكن هم ليسوا أولياء وإنما هم فجار، هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية. الشياطين هي التي تعملها لهم، تمشي بهم في الهواء، تمشي بهم على الماء، إلى غير ذلك، تتولاهم الشياطين وتعمل لهم الشياطين لأنهم تقربوا إليها وعبدوها من دون الله، فهم تقربوا إلى الشياطين وإلى الجن، فالجن عملوا لهم هذه الأشياء، طاروا بهم في الهواء، ساروا بهم في الطريق مسرعين، وقطعوا المسافات بسرعة كما يحصل الآن على يد المخرفين من غلاة الصوفية وغيرهم. هذه لا تعتبر كرامات وإنما هي خوارق شيطانية. إذن فيتلخص من ذلك أن خوارق العادات إن جرت على يد من يدعي النبوة فإنها تكون معجزة كمعجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وإن جرت على يد غير نبي لكنه من الصالحين فإنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم، إما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم، كما حصل إنها تعتبر كرامات أجراها الله على أيديهم إما لحاجتهم إليها أو حاجة غيرهم، كما حصل للعلاء بن الحضرمي، هذا لحاجة بالمسلمين أو لحجة في الدين بأن يقيم الدليل على صحة ما يقول. فالكرامات تجري إما لحجة في الدين وإما لحاجة بالمسلمين. أما إذا جرت خوارق العادات على يد فاسدين خرافيين مشعوذين دجالين فإن هذه لا تسمى كرامات وإنما تسمى خوارق شيطانية أجراها الله سبحانه وتعالى لأجل الامتحان والابتلاء، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ثم أيضا ما كل الأولياء تحصل لهم كرامات، فليس من لازم الولاية حصول الكرامة، فهناك أولياء صالحون لم يحصل على أيديهم كرامات، هذا لا يدل على نقصهم أو نقص صلاحهم، فحصول الكرامة للولي ليس من الأمور اللازمة، قد تجري وقد لا تجري، وهي لا تجري إلا لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم حيث يضعها سبحانه وتعالى. ومن لم تجري على يده كرامة وهو عبد صالح فهذا لا يدل على نقص ولايته ولا يدل على نقص إيمانه، كما أنه ليس كل الخوارق كما عرفتم كل الخوارق تكون كرامات. الفارق
هو النظر في حال من جرت على يديه، فإن جرت هذه الخوارق على يد رجل صالح فهي كرامة، ولا تزيده إلا إيمانا وتقوى من الله سبحانه وتعالى، تكون عونا له على الطاعة ولا يغتر بها، لا وقد لا يعلم بها، وإذا علم بها فلا يغتر بها، ولا تزيده إلا تواضعا وطاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا جرت على يد كافر أو مشرك أو فاجر فإنها تكون خوارق شيطانية يجريها الله سبحانه وتعالى قضاء وقدرا للابتلاء والامتحان والاستدراج، ومن ذلك ما يجري على أيدي الخرافيين من خوارق العادات، لأن الذي يجري على يد الخرافيين الآن على قسمين: إما أن يكون من باب الشعوذة والتدجيل والسحر التخييلي الذي لا حقيقة له، نوع من القمرة على الأعين، فهذا لا يعتبر خارق للعادة، وإنما هو شيء شعوذات وكذب وتدجيل، يخيل إلى الناس إنه يدخل النار وهو ليس كذلك، لم يدخلها، يخيل للناس إنه تمر عليه السيارة ولا تضره مثل ما يعمل الآن المشعوذون اللي يسمون أنفسهم بالبهلوانيين، هذا تدجيل ما هو صحيح ولا حقيقة، وإنما هو من باب السحر التخييلي والقمرة التي يقمرون بها على الناس، يظهر للناس أنه يجر السيارة بشعره، هو كذب، سيارة ما تجر ولا بالأمراس، كيف يجرها بشعره؟ لكن يخيل للناس هذا الشيء، يعمل أعمال تظهر للناس أن حقيقة هو ما هي بحقيقة وليست صحيحة، يضرب بالمسامير، يوضع عليه الصخر الكبار ويضرب بكذا ولا يتضرر، هذا كذب، هذا عامل حيلة تدجيل ويوري الناس ما هو خلاف الحقيقة. إذا ذهبت، إذا ضاعت هذه القمرة وضاع هذا التخييل، عادت الأمور كما كان، يضع هذا السحر على حشرات تصبح كأنها أغنام، كأنها غنم، يضع هذه القمرة على ورد سميث تصبح كأنها أوراق نقدية، كأنها فئة 500 أو فئة 100 أو 50 أو 10 أو ريال، وهي كذب. إذا راحت القمرة عن الأعين عادت ورق سميث، كما حصل لكثير من المحتالين والدجالين، هذا من باب الكذب. ولهذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما ناظر البطائحية، وهم الطائفة التي يقال لها الرفاعية من غلاة الصوفية، لما ناظرهم أمام الناس قالوا له متحدين لشيخ الإسلام: نحن ندخل وإياك النار أمام الناس. قال: نعم ما يخالف، أدخلنا وإياكم في النار، ولكن بشرط أننا نغسل أرجلنا بالمنظفات وندخل، ما يخالف. فأبوا، لأنهم كانوا يدهنون أنفسهم بطلاء يمنع حرارة النار، يدهنون أنفسهم بطلاء معروف أو دهن معروف يمنع حرارة النار لفترة، ثم يمرون مع النار ولا تضرهم لسبب هذا الدهان أو هذا الطلاء. فتحداهم الشيخ رحمه الله وقال: ما خالف، أدخل معكم النار، لكن بشرط أننا نغسل أرجلنا وأجسامنا وننظفها من هذا الدهان الذي تضعونه. فلما قال لهم ذلك أعجزهم وأفحمهم وأبوا، أنهم يعرفون أنهم لو تركوا هذا الدهان ما استطاعوا دخول النار، فدلها على أنهم يستعملون حيل وتدجيلات. هذا قسم. القسم الثاني قد يكون صحيح من خوارق العادات، طيران في الهواء أو المشي على الماء، هذا ليس من باب التدجيل، خارق للعادة، لكن ليسوا هم الذين قاموا به، وإنما الذي قامت به الشياطين. الشياطين تحملهم، تطير بهم، تمشيهم على الماء. لماذا؟ لأنهم عبدوها وأشركوا بها مع الله عز وجل، تقربوا إليها فخدمتهم، خدمتهم بما يريدون. فهذه خوارق شيطانية، ليست خوارق إنسانية أبدا، وهي ليست من عملهم،
وإنما هي من عمل الشياطين والجن، لأن الجن تقدر على أشياء لا يقدر عليها الإنس، فإذا تقرب الإنس إلى الجن بما يحبون خدموهم، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. استمتع بعضنا ببعض، الإنس تقربوا إلى الجن بما يريدون من الكفر والشرك والضلال، والجن خدمت الإنس بما يريدون من تقريب الحاجات لهم من بعيد، أو الطيران بهم في الهواء، أو المشي بهم على الماء أو غير ذلك، أو أتوهم بأخبار من بعيد، لأن الله أعطى الجن والشياطين مقدرة لا يقدر عليها الإنس، فيظن الناس إن هذه من كراماتهم، وهي ليست من الكرامات، وإنما هي من الخوارق الشيطانية. فالعبرة بين الخوارق الشيطانية والخوارق الرحمانية، العبرة بحال من تجري على يديه، فإن كانت تجري على أيدي أناس صالحين مستقيمين ملتزمين بطاعة الله ظاهرا وباطنا فإنها كرامات، كما حصل لعمر، كما حصل لأسيد بن حضير، وكما حصل للعلاء بن الحضرمي من الصحابة رضي الله عنهم، وكما حصل للتابعين، كما يحصل لأولياء الله في مختلف العصور. فإذا كانوا صالحين مستقيمين فإنها كرامات، لكنها لا تغرهم ولا يغترون بها، بل تزيدهم خوفا من الله وشكرا لله عز وجل وتواضعا لله عز وجل. أما إذا كان الذي جرت على يده رجل فاجر أو كافر أو ساحر، فإن هذه خوارق شيطانية لا يغتر بها، وهي تجري على يد هؤلاء الفاسدين، فهي خوارق شيطانية. فلا بد من هذا التفصيل، لا بد من هذا التفصيل. إذن فالكرامات هي ما يجريه الله على يد ولي من أوليائه غير مقرون بدعوى النبوة. هذا هو التعريف الذي تخرج به هذه المحذورات، لأن مسألة الكرامات التبس أمرها على كثير من الناس قديما وحديثا، فالناس فيها على ثلاثة أقسام: القسم الأول الذين نفوا الكرامات وهم المعتزلة ومن شابههم وقلدهم، ينكرون الكرامات ويقولون ليس هناك كرامات للأولياء أبدا، لأننا لو قلنا بها لاشتبهت بالمعجزات، اشتبهت بالمعجزات التي تجري على أيدي الأنبياء، ولا يكون هناك إذن فرق بين النبي وبين الولي. هذه شبهته، والجواب عنها من وجهين: الوجه الأول أن علامات النبوة ليست مقصورة على المعجزات، علامات النبوة كثيرة ليست مقصورة على المعجزات فقط، فالأنبياء لهم صفات ولهم علامات كثيرة ليست مقصورة على المعجزات. ثانيا نقول الذي الكرامة التي تجري على يد الولي لا يدعي أنه نبي، لو ادعى أنه نبي لكفر، لو ادعى أنه نبي لكان كافرا ولم يكن وليا، فالولي لا يدعي أنه نبي، حتى تقولون يشتبه النبي بالولي، نقول لا، الولي لا يمكن أن يدعي النبوة، لأنه لو ادعاها خرج من الولاية إلى الكفر ولم يكن وليا. هذا الجواب عن شبهة هؤلاء. أولا إن علامات النبوة ودلائل النبوة ليست مقصورة على المعجزات، بل هناك أدلة كثيرة، منها السيرة، سيرة النبي، سيرة النبي لا بد أن تكون مطابقة لسير الأنبياء السابقين، على سنة الأنبياء السابقين لا يختلف، الكتابة والحكمة والنبوة
ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. دعوة الأنبياء واحدة متشابهة من أولهم إلى آخرهم لا تختلف، فلو أن واحدا دعا إلى غير ما تدعو إليه الأنبياء لم يكن نبيا، كان كافرا. السيرة والدعوة والصفات وأيضا تأييد الله لهم، تأييد الله لهم في الدنيا والآخرة، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فكون الله يؤيدهم وينصرهم ويجعل العاقبة لهم هذا دليل نبوتهم. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لو كان كاذبا لعاجله الله بالعقوبة ولأظهر كذبه، كما حصل للمتنبئين، كما حصل لمسيلمة، كما حصل للأسود العنسي، كما حصل لغيرهم من المتنبئين. لا بد أن يفضحهم الله ويقطع دابرهم. أما الأنبياء فإن دعوتهم تبقى ويؤيدهم الله وينصرهم، وكيف يتركهم وهم يكذبون عليه؟ أبدا لا يمكن، لا يمكن أن يتركه، أن يترك الله جل وعلا من يدعي أنه أرسله وهو ليس كذلك. فكون الله يؤيدهم وينصرهم ويثبتهم ويجعل العاقبة لهم ولأتباعهم هذا من أعظم علامات النبوة، وهو غير المعجزة، فليست دلائل النبوة مقصورة على المعجزة. ومن أراد المزيد من ذلك فليرجع إلى كتاب دلائل النبوة للبيهقي، تثبيت دلائل النبوة كذلك لعبد الجبار وإن كان معتزليا، لكن الكتاب في حد ذاته جيد. وكذلك أقرب شيء كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية اسمه النبوات، كتاب النبوات لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا فريق وهذا الرد عليه. الفريق الثاني الذين يغلون في إثبات كرامات الأولياء ويدخلون فيها ما ليس منها، مثل غلاة الصوفية والقبوريين وغيرهم من أهل الانحراف الذين يدعون أن كل ما جرى من خارق على يد أحد فإنه ولي، ولو كان من أفجر الناس، ولو كان لا يصلي ولا يصوم، ولو كان يرتكب الكبائر من الزنا والموبقات، يقولون هذا ولي ما دام جرى على يده خارق فهو ولي. ولذلك جعلوا من الأولياء أناسا من أفجر الخلق لأنهم يجري على أيديهم خوارق، لأنهم لم يفرقوا بين الكرامات وبين الخوارق الشيطانية، فكل من جرى على يده خارق للعادة قالوا هذا ولي دون نظر إلى حاله هل هو صالح أو فاسد. هذا من باب الغلو في إثبات الكرامات حتى أدخلوا فيها ما هو من خوارق الشياطين، واعتبروا كل من يجري على يده خارق للعادة فهو ولي، ولو كان لا يصلي ولا يصوم، ولو كان يعمل الموبقات. وإذا طالعتم في كتاب طبقات الأولياء للشعراني تجدون العجب العجاب من هذا الشيء، كل شيء عنده كرامة وكل واحد ولي مهما كان حاله، ولو كان من أفسد الناس ومن أفجر الناس. هذا خلط بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال. كما قلنا نحن ننظر في حال من يجري على يده خارق من خوارق العادات، فإن كان مستقيما على دين الله فإنه ولي، وإن كان خارجا عن دين الله فإنه ولي للشيطان وليس وليا للرحمن. ولذلك كما ذكرت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية ألف كتابا سماه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ضروري أن تطلعوا عليه في هذا الباب. هذا صنف على طرفي نقيض، الطرف الأول غلا في النفي، نفي كرامات الأولياء، والفريق الثاني غلا في إثبات الكرامات حتى ادعاها لمن هو ليس أهلا لها وإنما هو من أولياء الشيطان، وجعلوا من الأولياء أناسا من أفجر الناس والعياذ بالله، يسكرون
ويلوطون ويزنون ولا يصلون ولا يحجون ولا يعملون أي عمل، إنما يأتون الناس بهذه الخوارق فيقولون هؤلاء أولياء ويعبدونهم من دون الله، أيضا يعبدونهم من دون الله، الرفاعي يعبد الآن والبدوي يعبد الآن، ولم ينكر عنهم إلا الفجور، ابن عربي يعبد وهو من أكبر الخلق القائل بوحدة الوجود إلى غير ذلك، هذا من الخلط بين الحق والباطل ومن اللبس بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. السبب أنه جرى على يد خارق عادة، هذا ما يكفي، لازم ننظر في حاله وسيرته ومجراه فنفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. الصنف الثالث وهم أهل السنة والجماعة، توسطوا في هذا الأمر، فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة لأنها دل عليها الكتاب والسنة والواقع، لكنهم لم يغلوا في إثباتها لكل أحد كما فعل المخرفون، وإنما يثبتونها لأولياء الله المتقين. من هم الأولياء؟ الأولياء بينهم الله في آية من كتاب، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ بينهم بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون، هؤلاء هم أولياء الله، الذين آمنوا وكانوا يتقون هؤلاء هم أولياء الله. أما الكفرة وأما الفجرة فهؤلاء ليسوا من أولياء الله لأنهم غير متقين، غير متقين ولا مؤمنين، فكيف يخلط بين هذا وهذا ويلبس هذا هذا؟ فأهل السنة والجماعة توسطوا فلم ينفوا الكرامات كما نفاها المعتزلة، ولم يغلوا في إثباتها لكل أحد كما غلا في ذلك المخرفون والدجالون، وإنما فرقوا بين الكرامات وبين خوارق الشيطان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فهذه مسألة مهمة جدا التبس فيها الحق بالباطل، خصوصا في هذا الزمان الذي كثر فيه أهل التخريف وأهل البدع وأهل الضلالات، وأعظم شبهة عندهم هي هذه الشبهة، شبهة الكرامات، يقولون هؤلاء جرى على أيديهم كرامات فهم أولياء، وإذا كانوا أولياء فإنهم يقربون إلى الله سبحانه وتعالى ويشفعون عند الله. يا سبحان الله، حتى ولو ثبت أنهم أولياء فإنهم ليس لهم حق في العبادة، ليس لهم حق في العبادة، العبادة لله سبحانه وتعالى، فنحن لا نعتقد فيهم الربوبية والألوهية وأنهم ينفعون أو يضرون من دون الله عز وجل، وإنما نحب أولياء الله ونقتدي بهم لكن لا نغلو فيهم ولا نعتقد أنهم ينفعون أو يضرون كما يظنه القبوريون الذين يتعلقون على الأموات بحجة أنهم ينفعون أو يضرون. هذا هو حاصل البحث في هذه المسألة العظيمة، وأحلناكم فيها على كتب طالعوها، وإن شاء الله تجدون فيها توضيحا وشرحا وبيانا لهذا الكلام، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. من أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما ينزل الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات، في أنواع العلوم والمكاشفات، مثل ما حصل لعمر حيث علم بأحالة الجيش الذي في المشرق وهو في المدينة، هذا علم أطلعه الله عليه، هو من كرامات الأولياء ومن أجل مصلحة المسلمين. وأنواع القدرة والتأثيرات، أنواع القدرة والتأثيرات، مثل ما حصل على يد النبي صلى الله عليه وسلم من تكثير الطعام وتكثير الماء القليل حتى يكفي الفئام من الناس، هذا من التأثير، من التأثير. والمكاشفات مثل الفراسة الإيمانية، الفراسة الصادقة التي يجريها الله على يد عباده المؤمنين، يتفرسوا في الأشياء ويقع كما تفرسوا، هذا من المكاشفات. نعم.
والمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها. في سورة الكهف كما عرفتم من قصة أصحاب الكهف ومن قصة الخضر مع موسى في المسائل الثلاث اللي هي خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار. ومثل ما ذكر الله عن أصحاب الكهف الفتية الذين آمنوا بربهم وخالفوا أهل بلدهم، خالفوا المشركين وفروا بدينهم وآووا إلى الغار، فأنامهم الله عز وجل سنين عددا، ضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض. وأما قوله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، فهذا اختلف المفسرون، هل هو الذي لبثوه وأن الله ذكره وبينه، أو أن هذا من مقالاتهم هم، قالوا كم لبثتم، اختلفوا، أحد يقول يوم أو بعض يوم، وأحد يقول 309 سنين، وأحد يقول ربكم أعلم بما لبثتم، فوض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا من كرامات الأولياء، هذا النوم الطويل مع حفظ أجسامهم وأرواحهم وبقائهم بدون طعام ولا شراب 100 سنين، هذا من كرامات الأولياء. نعم. وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، صدر هذه الأمة كما جرى من عمر وكما جرى من أسيد بن حضير والعلاء بن الحضرمي وغير ذلك من الصحابة والتابعين وسائر فرق الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. كرامات مستمرة ما دام يوجد أولياء لله عز وجل، فإن الله يجري على أيدي من شاء منهم شيئا من الكرامات إلى أن تقوم الساعة. ليس معناه أنها انتهت وانقضت مع الأولين، بل تستمر مع أولياء الله إذا شاء الله سبحانه وتعالى لحكمة ومصلحة للعباد أنه يجريها على أيدي أوليائه. من أعظم الكرامات لأولياء الله ما ترون الآن من مؤلفات العلماء، المؤلفات الضخمة الكبيرة التي نفع الله تعالى بها، هذه من كرامات الأولياء، لأن لولا أن الله أجرى على أيديهم هذه القدرة وهذه الإمكانية ما استطاعوا أن يؤلفوا هذه المؤلفات الضخمة، منها ما يبلغ 10 المجلدات في وقت ليس فيه إمكانيات، لا مطابع ولا حتى الحبر ولا الأقلام كان متيسرة، ولا حتى النور الذي يكتبون عليه في الليل، لكن مع هذا استطاعوا أن يورثوا هذه العلوم الضخمة وهذه المؤلفات الكبيرة. هذه من كرامات الأولياء التي يجريها الله على يد أوليائه سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من قصة الخضر وموسى تقول الصوفية بأن الخضر يعلم علم الحقيقة، وأما موسى عليه السلام فيعلم علم الشريعة، وتقسيم آخر يقال إن الخضر يعلم علم الباطن وموسى عليه السلام علم الظاهر. ومن هنا فاض الأولياء بحرا وقف الأنبياء بساحله، فأرجو من فضيلتكم الرد على هذا القول. نعم، هذا من تضليل المخربين، يقولون إن الولي أفضل من النبي، يقولون أن الولي أفضل من النبي، لأن الخضر صار أعلم من موسى وأدرك لأشياء لم يدركها موسى، حتى قال شاعرهم مقام النبوة في منزل فويق الرسول ودون الولي، فويق الرسول فودون الولي، فالنبي والرسول دون الولي كما يعتقدون قبحهم الله. الأنبياء والرسل هم أفضل الخلق، ولا أحد يساويهم أبدا من الخلق، لا في العلم ولا في الدين ولا في العبادة ولا في الجهاد ولا في أي شيء. الأنبياء والرسل لا يصل إلى منزلتهم أحد من الخلق، ومن اعتقد أن أحدا أفضل من الأنبياء فهو كافر بالله عز وجل. نعم، هذا أولا. وثانيا، إن الخضر قيل إنه نبي لأن هذه الأشياء تدل على نبوته، لا قالوا لا يطلع عليها إلا نبي، فالخضر نبي من أنبياء الله وليس هو وليا فقط. وثالثا، إذا كان الخضر ليس نبيا وإنما هو رجل صالح
ولي من أولياء الله فليس هو أفضل من موسى عليه السلام. موسى الذي أنزل الله عليه التوراة وكتب التوراة له بيده وكلمه بدون واسطة وسمي كليم الله، لا يمكن أن الخضر يكون أفضل منه أبدا، حتى ولو كان الخضر نبيا فلا يكون أفضل من موسى عليه السلام، فكيف وهو ليس نبيا وإنما هو ولي. وأما هذه المسائل التي علمها الخضر ولم يعلمها موسى، هذه لا تدل على فضل الخضر على موسى، الخضر عنده علم وموسى عنده علم. ولهذا لما في صحيح البخاري أنه لما كان موسى عند الخضر وجاء عصفور وقع على السفينة ونقر من البحر من ماء البحر، قال يا موسى ما علمي وعلمك في علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور من هذا البحر. فموسى عنده علم والخضر عنده علم، ولكن موسى أفضل من الخضر ومن جميع الأولياء والصالحين، لأنه كليم الله سبحانه وتعالى. وكما تعلمون أن موسى ليست رسالته عامة حتى يقال لماذا الخضر لم يتبع موسى، رسالة موسى ليست عامة للعالم وإنما هي خاصة بقومه ببني إسرائيل، ببني إسرائيل. الرسالة العامة إنما هي لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، من خصائص نبينا على جميع الأنبياء أن الله أرسله برسالة عامة للجن والإنس، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، تقول الصوفية في هذه الآية التي ذكر فيها قصة إتيان عرش بلقيس بأن عاصف قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه، أي أن الكرامة من كل ولي، متى شاء فعلها فعلها، فما هو رأي فضيلتك؟ هذا كلام باطل. عاصف بن برخية دعا الله سبحانه وتعالى، دعا الله فالله جل وعلا استجاب له وأحضر بقدرته سبحانه أحضر العرش استجابة لدعاء هذا العبد، وليس هو باختيار آصف ولا من فعله، لأن الكرامات كما عرفتم لا صنع للبشر فيها، وإنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى الذي يجريه على يد البشر. ولهذا قال المؤلف يجريها الله على يد ولي من أولياء، يجريها الله، فهي من صنع الله جل وعلا ليست من صنع البشر. فقوله إن آصف يفعلها باختياره هذا باطل، لا يقدر على فعلها وإنما هي فعل الله، لما دعاه استجاب الله له. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قوله تعالى عن صاحب سليمان عليه السلام قال الذي عنده علم من الكتاب، ألا يكون ما عمله هذا الرجل من باب العلم المكتسب مثل العلوم الحادثة عندما وصفه الله قال الذي عنده علم؟ الذي عنده علم من الكتاب دعا الله، الذي أحضر الكرسي العرش هو الله جل وعلا بقدرته وإرادته، وإنما أجراه على يد هذا العبد الصالح لأنه دعاه فاستجاب الله له، وليس هذا من مقدور البشر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما موقفنا تجاه الكرامات؟ هل هو التصديق فقط أم ثمة شيء آخر؟ الإيمان بها كما قال الشيخ من وصوله للسنة، التصديق بكرامات الأولياء، نصدق بكرامات الأولياء فقط، لا نصدق بخوارق السحرة، كرامات الأولياء فقط. وليس معنى ذلك أننا نتعلق بهم وندعوهم ونستشفع بهم، بل معنى ذلك أننا نحبهم وأننا نقتدي بهم في عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل يعلم الولي أنه ولي، وهل يمكن للكرامة أن تجري على رجل عادي؟ قد يعلم وقد لا يعلم، الله أعلم. وحتى الولي لو علم بالكرامة فإنها لا تزيده إلا تواضعا لله وشكرا لله عز وجل وخوفا من الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، إذا قام الجني المسلم بإساء خدمة للمسلم الصالح فهل يعتبر مثل ذلك كرامة؟ لا يفتح هذا الباب، يقال الجني مسلم يخدم المسلم الإنسي، لأن لو فتح هذا الباب لا حصل شر كثير،
من استخدام الجن؟ ومن يثبت أن هذا الجني مسلم؟ قد يدعي الإسلام وهو ليس بمسلم من أجل الخداع والتضليل. فالواجب ترك هذا الباب والابتعاد عنه، وأن يستعين المسلم بالله عز وجل، ولا مانع أن يستعين بإخوانه الإنس أن يعينوه على أعماله التي يقدرون عليها. تعاون بين المسلمين مشروع، تعاونوا على البر والتقوى، تطلب الإعانة بالمال، تطلب الإعانة بالعمل من إخوانك، تطلب الإعانة بالجاه والشفاعة عند أصحاب ولاة الأمور، هذا أمر طيب من التعاون على البر والتقوى. الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أما الاستعانة بالجن فهم جنس غير جنس الإنس، فلا يجوز الاستعانة به، لأن هذا يفتح باب شر عظيم. كل يدعي أنه يستعين بالمسلمين، والجن يدعون أنهم مسلمون من أجل الخداع والتضليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الابن العربي الذي يقول بوحدة الوجود، ابن عربي ما هو ابن العربي، ابن العربي باللام، هذا مالكي عالم من أجل علماء المسلمين رحمه الله. أما ابن عربي هذا الطائي، ابن عربي الطائي هذا هو الضال الملحد. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر فضيلتكم أن الجن، أن السحرة والمشعوذين يتقربون للجن، فما معنى تقربهم للجن؟ يعبدونهم، يسجدون لهم ويذبحون لهم وينذرون لهم، هذا معنى. نعم، يعني يصرفون العبادة للجن، يذبحون لهم وينذرون لهم ويعملون ما يأمرونهم به. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الذهاب إلى الأشخاص البهلواديين في السيرك وأماكن الترفيه؟ لا يجوز هذا، لا يجوز حضور هذه الأشياء الباطلة، لأنها من السحر ومن التدجيل والكذب والاحتيال، وتجر إلى شرور كثيرة، وتلهي عن ذكر الله وعن طاعة الله، فلا يجوز إقرارها ولا يجوز حضورها، ويجب إنكارها. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هناك بعض الناس يدعون أنهم يخرجون الثعابين من البيوت، وفعلا يدخل البيت ويخرج منه ثعبان، فهل هذا من السحر أم خوارق شيطانية؟ خوارق شيطانية، هذا من خوارق الشياطين. الثعابين إذا وجدتها تقتلها، هذا هو المشروع. خمس فواسط يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية ضارة تدفع بالقتل، فإذا وجدتها اقتلها، أن تجيب واحد يشعوذ عليك. نعم. وكيف نواجه هؤلاء الناس لإبطال هذه الأعمال التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل؟ واجههم بالكتاب والسنة وكلام السلف الصالح، وحتى تبطلوا حججهم وتبطلوا ترهاتهم. إذا تعلمتم العلم النافع فقاوموهم بذلك بالحجج والأدلة والبراهين. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، في قصة عمر مع سارية رضي الله عنهم، في بعض الروايات أن عمر قال لما سئل عن قوله يا سارية الجبل، أجاب بقوله هو قول أجراه الله على لسانه، فلا يدل ذلك على أن عمر لم يكشف له حال الجيش ورآه رأي العين، وإنما أجراه الله على لسانه. هو أجراه الله على لسانه لما رأى، كله من الله سبحانه وتعالى، كونه رأى الجيش أو وقع في نفسه حالة الجيش ثم تكلم بهذا الكلام. على كل حال هذا أطلعه الله عليه، إما بالرؤية وبالرؤية البصرية أو بالرؤية القلبية أطلعه الله عليه وعلمه فقال هذه المقالة. نعم. أليس الله جل وعلا أطلع نبيه على بيت المقدس وهو في مكة، صار ينظر إليه ويصفه؟ الله قادر على كل شيء، هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا جرى على يد عمر مثله فهو من كرامات الأولياء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نرد على المكارمة الذين يقولون نحن مقتنعون بما نحن عليه لما أنتم مقتنعون على ما أنتم عليه؟ الاقتناع ليس حجة، الاقتناع ليس حجة، الحجة في الكتاب والسنة. أما أنه يقول أنا مقتنع، الاقتناع ليس حجة. فرعون وغيره يدعون أنهم مقتنعون بما هم عليه، وكل الكفرة يدعون أنهم
مقتنعون بما هم عليه، لكن إذا كان ما هم عليه على غير دليل من الكتاب والسنة فهو باطل وإن كانوا مقتنعين به. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، كيف أرد على صوفيا، ثم ما هي أهم أصول مذهب الصوفية؟ ترد عليه إذا طالعت كتب أهل السنة في إبطال مذهب الصوفية، لابد تطالع كتب أهل السنة في إبطال مذهب الصوفية، وهي كثيرة ولله الحمد، طالعها وتفهمها وبعدين ترد عليها. نعم. فضيلة الشيخ حفظكم الله، جماعة مسافرون يسمعون الأذان، فهل يباح لهم أن يتركوا الجماعة في المسجد ويصلوا لوحدهم؟ إذا كانوا يسمعون الأذان قريبين من المسجد فإنه يجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد ويصلوا مع المسلمين ولا ينعزلوا عن المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وفي حديث آخر: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. وهم أن يحرق بيوت المنافقين لما كانوا لا يحضرون إلى المسجد، مع أنه يحتمل أنهم يصلون في بيوتهم، لكن صلاتهم في بيوتهم لا تجزيهم وهم يقدرون على الحضور إلى المسجد. نعم. وهذا المسافر يتبع المقيم في إتمام الصلاة؟ نعم، المسافر إذا صلى خلف من يتم الصلاة فإنه يجب عليه الإتمام، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يتم به، يعني يقتدى به. فالمأموم يتبع الإمام يتم، إذا كان هو مسافر والإمام يتم الصلاة يتم المسافر. أما العكس إذا كان الإمام مسافرا والمأموم مقيما فله أن يصلي خلف المسافر، لكن إذا سلم، إذا قصر الإمام وسلم، يقوم المقيم ويتم الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم لأهل مكة يوم الفتح: يا أهل مكة إن قوم سهر فأتموا لأنفسكم. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، رجل أما بالناس وسهى في الركعة الثالثة يحسبها الرابعة، فنبهه المأمومون فقام إلى الرابعة ثم سجد للسهو 4 سجدات، فما حكم صلاة من اتبعه في السجدات الأربع؟ هذا يعذر بالجهل، السهو له 2 سجدات فقط، وهو زاد عليها جاهلا صلاته صحيح. أما لو كان متعمدا، إن كان داخل الصلاة بطلت الصلاة، إن كان متعمدا. أما إذا كان سجود السهو خارج الصلاة فإنه لا يبطلها. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.